إلى هذا المكان في مدينة جعار. اعتاد الأطفال من كل مناطق المديرية أن يكون لهم اجتماع سنوي فيه، خصوصا في يوم العيد، المناسبة التي يجدون فيها متسعا للفرح واللعب. ومهما اختلفت الأماكن وتغيرت الأوقات، تبقى الطفولة كما هي منبع البراءة والبهجة. يبدو الحال في مدينة جعار وكذلك في زنجبار أيضا هكذا بالنسبة للأطفال التي غلب عليها حضورهم الملفت بالمناسبة، فلا عيد بدون نزهة الأطفال ومتعتهم. تتشابه الأماكن المخصصة للاستمتاع هنا في العيد، وفيها يجد هؤلاء متنفسا ولو كان بسيطا وتقليديا للتعبير عن احتفالهم بأيام العيد. وعلى الرغم من بساطة المكان وبساطة الألعاب فيه، إلا أنه يظل مكانا مميزا لجلب السعادة لهم ومشاركتهم لحظات الطفولة البريئة، خصوصا في أيام العيد، حيث تتعالى أصواتهم وضحكاتهم في أجواء عيدية مليئة بالسرور.